أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. هند في داري، وبإذن الله هي آمنة، وقد قصدتني لأنها على يقين بأنها بريئة، فألهمها الله تعالى أن تطرق باب داري، فلا خوف عليها. هي ابنة لي، لن يمسها أحد بسوء، ولا أنكر أن لخالها جمال الدين الحق في إبداء رأيه في هذا، ولم تنكر هند ذلك. وها أنا ذا أمامكم، وهند أمامكم، أتعهد أمام الله أن تكون في مأمن عندي بعون الله بعد إذن خالها. وهل من دار خير من دار حفيدة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هند، إن تبقي في دار السيدة نفيسة تلتقي بابنتي زينب، فهي تعيش هنا أكثر الوقت. وبارك الله في كرمك يا ابنة الكرام يا سيدة نفيسة. وخير ما فعلته يا هند هو اللجوء لدار الخير والكرم. كيف تكافأ على ما فعلته بنيل شرف المكوث في دارك يا سيدة نفيسة؟ وماذا فعلت كي تحاسبها أنت؟ إن الله تواب غفور رحيم، وإن خير الخطائين التوابون. وهند قد أقرت بخطئها، فماذا عنك أنت وقد رميتها بالباطل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. أيا هند، إن لك حقا، فاطلبيه أنا العقيل ما شرعه الله تعالى من جزاء لكل من افترى الكذب وقذف المحصنة. ولك الحق أن تعفي أيضا وتعذري له تسرعه في غيرته على أرملة أخي. الأمر لك أنت. إن الله غفور رحيم، أسامح عقيل حتى يوم الدين. الآن نترككم، عسى أن يكون الخير فيما اختاره الله. أقسم بالله أنا لم أتخط حدود الله، أقسم بالله أنا زي ما ربتني، أنا زي عهدك ليا. سامحني يا ولدي، سامحني. أتمنى عليك يا جمال الدين أن يكون لنا حديث حين تهدأ النفوس وتصفو القلوب. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.